إن شاء الله اليوم هيكون يوم 4 يناير ومباراة هتكون هامة جدا، ودي هتكون أول مباراة لمستر لاسارتي مع النادي الأهلي. طب عشان نعرف المزيد عن مران الفريق النهاردة وما حدث وتدريبات أخبارها إيه، نروح لمراسلنا الجديد طبعا مصطفى الراسخ مراسل قناة النادي الأهلي. يا مصطفى ببارك لك طبعا في البداية على تواجدك معنا في قناة الأهلي، وأنت أكيد إضافة كمراسل أكيد عندك خبرة كبيرة جدا، وتاني حاجة عايز أطمن منك على مران فريق النادي الأهلي النهاردة. طبعا في البداية كل التحية ليك زميلنا العزيز أمير هشام، وكل التحية لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي. أكيد لي الشرف أن أنا أكون واحد من طاقم العمل أو أفراد العمل في هذا الكيان الكبير، البيت الكبير هو النادي الأهلي، أكيد مع مجموعة متميزة جدا من الأصدقاء والزملاء والأساتذة الكبار. طبعا أكيد لي الشرف. طبعا خلينا نبدا معاك يا امير النهارده على مران النادي الاهلي، وكان المران الخاص بمباراه الداخليه ان شاء الله لتقام يوم السبت المقبل. طبعا اكيد بدا المران في حوالي الساعه 10 الى ثلث 49 دقيقه تحديدا، بدا تجمع اللاعبين في حوالي الساعه 9 وربع، كان حضر كل لاعبي الفريق وايضا الجهاز الفني بالكامل، طبعا صحبه الكابتن السيد عبد الحفيظ مدير الكره، وكان معه كابتن محمد يوسف وباقي افراد الجهاز الفني المعاون. يمكن ابرز ما كان من لقطات اليوم كانت لقطه طبعا الوافد الجديد للنادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي كان متعطش للصفقات الجديده في موسم الانتقالات الشتويه. كانت لقطه محمود وحيد ظهير ايسر مصر المقاصه المنتقل حديثا لصفوف النادي الاهلي، واللي من خلال شاشه النادي الاهلي طبعا بنتمنى له التوفيق هو وكل زملائه في الفريق ان شاء الله. محمود حضر للنادي النهارده الاهلي في حضور الساعه 10 وربع تحديدا، كان بصحبه وكيله، واتجه الى طبعا مكتب الكابتن سيد عبد الحفيظ في جلسه خاصه حضر ووكيله، استمرت على ما يقرب من حوالي 25 دقيقه تحديدا. بعدها يعني قام بدخول الملعب كره القدم ومصافحه كافه اللاعبين. كان اول لاعب الفريق في استقباله طبعا كان رامي ربيعه، دار ما بينهم مداعبه خفيفه جدا. يمكن كل لاعبي الفريق حرصوا على مصافحه محمود وحيد، هو اللاعب كمان الحقيقه عبر عن انبهاره واعجابه الشديد جدا بالروح الجميله داخل النادي الاهلي، وقال ان هي دي الروح اللي بتجمع النادي الاهلي، روح الترابط الكبير دايما بيحتضن الصغير، والوافد الجديد ايضا بيتمنى له التوفيق هو كل الصفقات الجديده. هي ابرز ايضا ما كان في المران النهارده، شفنا ايضا الحالات المعنويه الجيده داخل النادي الاهلي. قد ايه شفنا جيرالدو هو الاخر كيف يعامل، يمكن هتشوف لقطات من خلال كاميرا. عايز اسالك سؤالين بسرعه كده يا مصطفى، فيما يتعلق بمحمود وحيد، هل خلاص تحدد ميعاد مشاركته الاولى في مران او تدريبات النادي الاهلي؟ والله بسؤال الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره النهارده، اكد ان محمود ان شاء الله يعني السبت او حد ان شاء الله هيكون متواجد داخل مران النادي الاهلي. طيب. عارف ان النادي الاهلي عنده مباراه يوم السبت، فمن المحتمل بنسبه كبيره هيكون يا السبت يا الحد ان شاء الله، هو ايضا محمد محمود لاعب وادي دجله. طيب فيما يخص جيرالدو بقى، انت كنت بتكلمنا على جيرالدو، عايز اطمن على جيرالدو في التدريب، وانت اكيد تابعت المران بشكل كامل النهارده، الراجل اخباره ايه؟ يعني عايز اقول لك جيرالدو صفقه بسم الله ما شاء الله، بلغه الكره نمسك الخشب يعني. طبعا بنهني مجلس اداره النادي الاهلي ولجنه التعاقدات على التعاقد مع لاعب مهم جدا. شفنا النهارده اللاعب عن قرب قد ايه، لاعب بيمتاز باللعب في اكثر من مكان يا امير داخل المستطيل الاخضر. يمكن بيمتاز باللعب تحت رؤوس الحربه في مركز صانع الالعاب، في مركز الشادو سترايكر اكيد بيكون متميز فيه. شفت النهارده حتى اللاعب كمان كان حرصه الدفاعي، عمل اكثر من تاكلنج كده في الدفاع على الكوره، كان في مداعبه ما بينه وبين باسم علي واغلب لاعبي الفريق. يعني تشعر وكان جيرالدو متواجد داخل النادي الاهلي على ما يقرب من حوالي 10 سنوات ماضيه من خلال روح الحب والتأقلم السريع اللي كانت موجوده. خلينا اطلعك على اللي اتمناه طبعا على الاصابات. طبعا مهم جدا. الاصابات طبعا دكتور خالد محمود طبيب الفريق، يمكن بشرة خير لكل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله في خلال ما يقرب من اسبوعين او ثلاثه اسابيع ان شاء الله هنرى عوده للمصابين مره ثانيه، يمكن على راسهم طبعا سعد سمير اللي كان بيشتكي من تمزق في العضله الخلفيه. دكتور خالد اكد ان هو في خلال اسبوع او اسبوعين تحديدا هيكون جاهز للمشاركه ان شاء الله في المران بالنسبه للنادي الاهلي. ايضا صلاح محسن واحد من اهم لعيبه الفريق اللي كان مصيب بتمزق في العضله الضامه، امامه على الاقل ثلاث اسابيع ان شاء الله ويكون مستعد للمشاركه مره ثانيه. رامي ربيعه اللي تعرض لكدمه في عضله المستطيله وتسمى عضلة المستطيلة في اليد، يمكن اسبوع فقط اللي بيفصله عن العودة لمران النادي الاهلي، وده كمان بالنسبة لمحمد نجيب مدافع الفريق. ده كان بالنسبة لموقف المصابين والحالة المطمئنة ان شاء الله، يعني في خلال اسبوعين او ثلاثة ان شاء الله هنشوف نجومنا مرة ثانية بيصولوا وجوده داخل الملعب يا امير في هذا
ان شاء الله باذن الله. مصطفى بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه، واكيد لنا كل الاخبار الخاصه بفريق الاول لكره القدم وتحديد مران الفريق النهارده استعدادا لمباراه الداخليه. بنشكر زميلنا العزيز مصطفى الراسخ مراسل قناه الاهلي، واتكلم كمان خلاص على المصابين وكل الامور الخاصه بالفريق. بوقت الاخبار في خبر طبعا زي ما قال مصطفى، خبر محمود وحيد، هو الراجل كان متواجد فعلا النهارده في النادي الاهلي واجتمع مع كابتن سيد عبد الحفيظ، وزي ما قال